السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ألو مكملين. عبد الفتاح السيسي ما اكتفاش بالفلوس اللي خدها تبرعات ومعونات والفلوس اللي استلفها علشان يدبس فيها أولادنا يفضلوا يدفعوها طول عمرهم. عبد الفتاح السيسي ما اكتفاش بكل المليارات اللي دخلت الدولة سواء من رز الخليج أو من الفلوس اللي خدها من صندوق النقد الدولي أو حتى من غيرها. احنا عارفين احنا علينا سلف لطوب الأرض، كل بلاد العالم عبد الفتاح السيسي استلف منها الفلوس الحلال دي، اعتبر يعني انها حلال او انها دخلت بشكل شرعي. الخليجيين ما كانوش باصين فيها لما ادوها للسيسي، والدول اللي بتسلفنا بتاخد الفلوس مره تانية اضعاف مضاعفه. الفلوس دي ما ظهرتش على المصريين، ما عملت لهمش حاجه. المصريين لحد النهارده بيعانوا اقتصاديا ألف مره اكتر من قبل ما ناخد الفلوس دي. السيسي ما كفهوش كده. السيسي امبارح قرر ياكل المصريين عرق الناس، قرر ياكل المصريين سحت، قرر ياكل المصريين فلوس حرام اكتر من الفلوس اللي قبلها. علشان كده عبد الفتاح السيسي بيضم امواله وممتلكات 1589 مصري بتهمه انهم اخوان، وبيحط الفلوس دي في الخزينه العامه بالمخالفه لكل الدساتير، سواء الدستور 2012 او دستور 2014 اللي هو عمله. دستور 2012، تعالى اوريك لمحه سريعه عن الدساتير المصريه في التعامل مع اموال الافراد، حتى لما بتيجي تصادرها لازم يبقى ازاي معايا الصورة من الدستور نفسه. تعالوا نشوف مواد الدستور بتقول ايه. طيب معانا يا جماعة، طيب اهي ده دستور سنة 2012. دستور سنة 2012 بيقول الفصل الثالث المقاومات الاقتصادية مادة 28 تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات واموال التأمينات والمعاشات وينظم القانون ذلك. مادة 29 لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل. المادة 30 بتقول يا جماعة ونركز معها، المصادرة العامة للأموال محظورة، يعني في حظر لمصادرة الأموال عموما. إيه كمان؟ ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. اللي حصل امبارح مش بحكم قضائي. طب نروح للدستور اللي عمله عبد الفتاح السيسي نفسه سنة 2014 بعد الانقلاب العسكري، بيقول ايه؟ المادة 35 الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون. اللي احنا قدامه يا جماعه من عبد الفتاح السيسي هو بلطجه، بلطجه وتعدي على الدساتير المصريه كلها، وتعدي على القوانين المصريه، وتعدي على الحقوق المصريه، وتعدي على المواطنين المصريين، وبالبلدي كده سرقه فلوسهم. ده اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي. قبل ما نكمل كلام في الموضوع، تعالوا نشوف السيسي اصلا في عيون اللي مشغلينه ايه. اللي مشغلينه ترامب، قال عنه ايه ترامب؟ كان بيكلم المحاميه بتاعته في التليفون، قال لها ايه على السيسي؟ السيسي اللي البعض مفكره راجل وهو مصدق نفسه وعامل فيها زعيم وبطل وبيتشطر على اللي في السجون. تعالى يا سيدي شوف. ترامب كولد ايجيبتس بريزيدنت سيسي فا نقط كيلر. ترجمه، انا هقول لك ترجمه على لسان صحفي اشتغل في البي بي سي دلوقتي، بس الكلام ان ترامب اطلق على عبد الفتاح السيسي القاتل الكذا، خلينا نقول القذر يعني. افتر، المهم ده بعد ما اتكلم وهو بيكلم مع المحاميه بتاعته. عبد الفتاح السيسي في عين ترامب اللي مشغله مجرد قاتل كذا، قاتل ملعون، ومش هنقول المعنى اللي قاله ترامب لانه معنى ما ينفعش يتقال على مسامح حضراتكم. تعالوا نشوف الزميل الصحفي والأستاذ زين العابدين توفيق قال إيه عن الخبر ده. زين العابدين توفيق قال بالمناسبة لما ترامب وصف السيسي إنه ابن كذا قاتل، كان من باب الفشخرة إنه عرف يخلص أي حجازي من إيدين القاتل ابن الكذا. وقال كمان هو بيحب النوع ده من القتلة طالما هيقتلوا شعبهم بس، مع ضحكة رقيعة في مكالمته مع محامية. ده عبد الفتاح السيسي اللي بيصادر أموال الإخوان المسلمين أو بعض الآخرين. يعني في ناس لو بصيت للأسماء مش إخوان مسلمين، ما لهمش علاقة بيهم. يعني أبناء الدكتور يوسف القرضاوي
ما هماش اخوان مسلمين. عبد الرحمن يوسف القرضاوي مش اخوان مسلمين، اخواته البنات مش اخوان مسلمين، ولاد حسن مالك مش اخوان مسلمين، ومش بالضروره ان ولاد خيرت الشاطر اخوان عشان ابوهم اخوان، و و و و وهكذا. الدنيا ماشيه معاه كده، استحل فلوس الناس. علشان كده طالع احمد موسى بيقول دخلنا 300 مليار جنيه، دخلته فعلا على الخزينه المصريه 300 مليار جنيه، فلوس سحت، فلوس حرام، فلوس اللي انتوا جبتوها وشحتوها على الناس ما نفعتش، والدولار بقى ب 18 جنيه، والغلا والكوى عايش فيهم الشعب المصري. لما تاخدوا عرق الناس المساجين علشان كلمة حق اللي عملتوا عليهم انقلاب عسكري، لما تاخدوا فلوس ناس عملتها بعرق جبينها وتحطوها على الخزينة العامة للدولة، انتوا متخيلين ان انتوا هتنفعوا؟ متخيلين ان انتوا هتفلحوا؟ عموما الفلوس دي هترجع في يوم من الايام زي ما حقوق الناس رجعت ايام عبد الناصر. عبد الناصر برضو خدته الجلالة كده وفصل الناس من اعمالها وصادر شوية فلوس من هنا ومن هناك، ورجعت الفلوس للناس بعد كده بالقضاء. كل ده هيرجع وهيفضل لكم انتوا الخيبه والعار. اي واحد وافق على القرار ده، انتوا عاملين لجنه معرفش مين ايه سندها القانوني انها تطلع قرارات وكانها قوانين. انا مش عارف ده جايبينه منين.